سارة. طبعا الورد من تونس ليك، وكلمة الفداء منك في آخر حلقة من هذا البرنامج. شكرا. شكرا كثير نجيب، انك فتحت لي مجال اني احكي اللي بقلبي واني غني وكون اقرب للتوانسة. وانا حريصة كثير والله العظيم، حريصة كثير على محبتكم لألي، وبتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم. بتمنى على طول تحبوني بنفس الطريقة وتحسوا فيني بنفس الطريقة، وان شاء الله بنلتقي بأقرب فرصة وبأقرب وقت، وبقدم لكم أغاني أحسن من اللي قدمتها، وتضلك ونضل أصدقاء، وتضلك عم تدعم أغانيي بتونس. وشكرا كثير نجيب. شكرا لأصالة. شكرا لكم. شكرا لأسرة هذا البرنامج المتواضعة لكن الطموحة. حاولنا اجتهدنا. الله سبحانه.